لطالما كان الكسكس وجبة تقليدية جزائرية بامتياز، فهو بدون منازع الطبق الوطني رقم واحد في الجزائر، إذ يعد وجبة أسبوعية تحضر في جل البيوت الجزائرية، وتقوم أغلب الأسر والعائلات الجزائرية بتحضيره يوم الجمعة، وتتفنن النساء في تحضيره بعدة طرق ونكهات حسب المنطقة والمناسبة، فكل ولاية عندها لمسة خاصة بها. وهناك عدة أنواع من الكسكس أو البربوشة أو سكسو، فالجزائر البلد الوحيد الذي يملك أكبر عدد من أنواع الكسكس باختلاف المناطق والعادات والتقاليد، منها ما هو معروف لدى العام والخاص، ومنها ما هو فريد من نوعه. فلدينا كسكس بالخرشف أو سكسو بالخرشف، وهو أكلة شتوية لأنها تحضر من الخرشف الذي يكون بكثرة في هذا الفصل، ويحضر بعدة طرق. فهناك النوع الأول كسكس بالخرشف واللحم والحمص، ونوع ثاني كسكس باللحم والخرشف واللفت والحمص، في بعض المناطق يحضر بمرق أبيض وفي مناطق أخرى أحمر، وفي نوع آخر كسكس بالخرشف واللحم والخضر المختلفة والحمص بمرق أحمر، كما يحضر هذا النوع من الكسكس بعدة أنواع من القمح الكامل أو بالشعير أو بالقمح اللين، وهو طبق تقليدي شعبي محبوب عند أغلب الجزائريين، وهو صحي جداً.